افتتاح مهرجان كارتاج السنة دي، افتتاح مهرجان كارتاج. كلمني عن اللحن وعن اللي بيعزف على الجيتار. ده حمزة ابني ده يعني، وهو موسيقي مش أنا بش نحكي عليه، ما شاء الله عامل الخطوة ما شاء الله، ويعمل في مسلسل في الموسيقى التصويرية، ويعمل في أعمال يعني بصراحة يشرف، ورب أدعي له بالنجاح وبالتوفيق. ما نعرفش كتير عن طفولتك يا سي لطفي، عارفين ان انت كنت مخلص جدا للموسيقى والغناء، نعرف ان انت ما فيش حاجة وقفتك عن حلمك وشغفك، انما مثلا ما كناش نعرف الحادثة اللي نشرها واحد من اولادك لما اتكلم على وفاة والدك. بعد وفاة والدي بشخديت ابويا سي السيد يجي التلميذ عنده، السيد احمد عبد الجواد بتاع نجيب محفوظ. طبعا هذا الرجل اللي ما فيش حد يحكي معاه، ودي يتسمى يعني تلميذ عند بابا. احنا كنا 10 في العائله، استحاله، انا كنت الاب الاخير، فاستحاله انك تحكي على الفن، لانهم كانوا عندهم فكره على الجو الفن وعلى الفنانين، انه ما عندوش مستقبل الساعه. الفنان ما عندوش مستقبل، لازم تفكر في دراستك والشهيد متاعك وقرايتك وتعمل. أيوة بس اعتقد انه حد عنده صوتك بسم الله ما شاء الله لازم يكون حد من عيلته بيغني. هو ابويا كان يعزف البيانو وكان يغني، بس عمري ما سمعته لا عزف في بيانو ولا غنى. اقسم بالله يعني كان يحب يغني مش قدامكم. لا لا لا، بس هو شغال يعني يعني مهندس في وكالة الطبخ في تونس، لكن ما كانش يعني، كان عسكري في البيت. وانا بعد كنت قبل كنت شوية ثاير عليه، لكن بعد فهمت انه بعد ما كبرت ان عندك 10 عيال في الدار، لكن ما تكونش فيه انضباط وفيه كيه نظام وفيه باش تقدر تمسك العائلة كلها وباش توجه، مش لعب. يعني كنت بتغني من وراه؟ لا لا لا، كنت بغني في الـ في الـ في البيت يعني، ولا مع اصحابي في الشارع، ما مش كنت نغني في على المسارح ولا لا لا. يعني لحد ما كان عندك 20 سنة بس ما يعني ما اخذتش الخبرة الخاصة بالغنى في المحافل والحصارات؟ لا 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 ولا مرة. بعد وفاته التحقت بنادي دار ثقافة ابن خلدون، دار ثقافة، فكان المايسترو الله يرحمه توفيق الضويبي كان حاسس بإمكانياتي، كانت فما بس كان يصطاد في الفرصة باش يقدمني. كانت عندنا حفلة في مدينة في تونس، كان فيها الله نحييه عدنان الشواشي أخويا ورفيق درب، كان مبرمج لإحياء هذه الحفلة. حصلت له يعني وعكة صحية، وأنا كنت في الكرة، فاغتنم الفرصة سيدي توفيق وقدمني، غنيت لأجل النبي الكحلاوي نحييه ونرحم على روحه، لأجل النبي يا باهية، من وقتها نغني لليوم عكس ما كان يعني.